عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال مروين علم الدين كسر دواذا برامجان وقلت لك لي إذا ماذا حق ذلك الصومالية برامج كنا وحن كأساسية هي تاريخيا إذا ما حق ذلك الصومالية وحأوقف فوق أوقف تاريخ غير إذا كبوليسك إذا كبوليسك وحال أساسي 1848 وحاسي رسمية ده لغة فري 1927 مركع إذا بدو وحال كل ده شيء هذا تاريخ دي بقول نقد اللي بحير إذا ماذا أورتا إذا كحبتا يا إذا كتليانيك أول ده شيء سبعتيا مركع مرة بينا تاريخ كل ده رادو وقت ينوقع من دراد دي سبحان ويريا إمام كمجال هذا شيخ هذا فضلاً سويسك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى كلاً كهين وقرد قمت بركيساً ضدكي سوء بابولي وكشغيي وإنو دياري ووقتي وكبحيي حولهنا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك أوصاره وحا شرف وين أن نقول النوع إن ما أنت إسوغني ما أنه المصلحة عامة أو أدونك إيا آخر هذا اللبضبا نعم فعيسو تاسو إن آن أولا لينو أما آن أو إستاغنو إسو كاشنو سيدي آن دل كيني وحوتاري لهين عيدان كيسي قرنك وحوتاري لهين تاسو جريتان كيغا ummad nimo ay ku xiran tahay waxa dadku laga yaaba inay isweydiyaan in badan bay dadku xoolo bixiyaan oo meel kale duwan ku bixiyaan oo khayr iyo sadaqa ay u niyoodaan ciidankeena ama dawladdeena in wax lagu bixiyo ma banaan tahay in la isweydiyo laga yaaba iyo halkee ma aragtay laga gali kara awalan walaalayaal dawlad in la istaajiyo oo khilaaf la dhiso shariicada inada islaamka waxay ka dhigeysaa arin waajib ah laana nolosha iyo diinta ilaahay in lagu dhaqmo suuragal imayso hadii aan dawlad la helin sidaa darteed baa quraanka kariimka ah iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo ijmaaci ummada muslimiinta ahba waxay ku durarsadeen إنه واجب تاه إن دولد لهلو دولد ضد كما مشا أدون كودية آخرة دو دان أو إلاليسة قرآن كوحاكم إذا نصوص ترسول كإلهي إلهي أكلها اللي وآنحكم بينهم بما أنزل الله كحكم ضد كان إلهي وحو سودة شيء تبارك وتعالى فحكم بينهم بما أنزل الله خطابك لغولها الله يا النبي عليه الصلاة والسلام ومدي سنة ولغولها الله يا هدانا لهلين دليل قار أو عدين إيسا إن أمر كان نبي وقار كويه ومدي سيسا لو ذاقين سيدا درت يدبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بو دولة دي سي إسلامة أو أدون كوردن عدالة إيو معرك تي سنان قار سيسي وحنصوص القرآن الكريم كأكمل ذا إلهي إنه عز وجل واجبيي ضاع هذا هي إن لا أضيعه قفك ولي أمر جاءه ولي الأمر جاءه أو أمده جامين يو حكمه يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهي أضيع رسولك سأضيع أولي الأمر إذن حكمنا أضيع مرك أولي الأمر ذاتك حكمه أو مسؤول أه أو هجامية أه أو لا أضيع به دوس شرين إلهي ما مال عله له لها هل أضيع مايا وإنه مركز شره أو حوية أجره قف أمضي معركتي أي كهرنيان أو لا ما مله حديث رسولك أحد بيفر بضن تهي إن نبي عليه الصلاة والسلام أو يريحتا نك أن مسؤول كيسة يمد حوينه كيسة أما خليف كيسة بيعادي سئية بلان كيسة كبحو أو سيدا كتلنتو
وحان إسلام نماذي أهين بكورنتي يعني قيمها أي لا ذهي يهارك اللقارسية إن دولة لدسه أو الدولة لهلو دولة إن لهلو أنا قد دولة دايدو ودولة إسلامية مسلم بعنا لكن أدون كوردن قلوول بوحي دونان هاء من سنادين يعني الدولة كما معرمان دولة لقما معرمو نبي قمر كورنتي عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله إساقون ولي لآسن او ميد كيسي شريف كها او يال ايي ابو بكر دورتين او اي راهدين حدانا لدورانين هجاميه يا مدح ام نو مامول دينتي دنيدي هل ساعنا الله كدغي ما موغان كرن والله فرصه ما رسول كهرت هل اس لو دي واي وحا وهي امرك وينينكيس انت سيرتها ددك لو ديدن ان النظام iyo hoggaan la'aan ay ahaadaan ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka marka xagee soo galayaan waxay soo galayaan qaybta u horeysa maxay yelay dawlad ama nidaam walba oo jira haduu san lahayn ciidan ciddi khaldan khaladka ka qabta amniga suga ummadda ilaaliyo dalkii iyo dadkii iyo diintii looga haybaysto haday san jirin ummadda ummad ma ah ummad ma ah annagu intaas soo sanan dowlad la aanahayn wad ogtihi markii dambe oo aan bal isku dayna inaan wax aasaasanane waxa weeye deeciidan aan dowlad lahayn baan noqono waas ka garan kartaan marka baahida iyo muhiimadda ciidan qaran uu leeyahay waxaan aaminsanahay waxa la siinayo iyo dhaqaalaha la siinayo iyo shilinka la siinayo inuu ka mid yahay waxyaabaha Ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu dhow iyadoo sharci kuwa ugu waaweyn iyadoo shariicada iyadu qofku inuu sadaqa iyo khayr la baxo mar walba aad ogtihiin inta aayad quraan iyo xadiis ku timido qofka amaanayso oo aakhiriya adduunba qofkaas inuu liibaanay tilmaamayso al-infaq fi sabiilillaahi iyo waxa uu ka helayo iyadoo aan ognahay oo sadaqadii si ahaanteedaba khayr ah ayaa haddana waxaad dareemi kartaan ninka askariga ah oo ummadaas ilaalinayo oo qarxa isu dhigayo oo dhaxantii roobka taagan oo waxa weeyaan sabab u noqonaya inta kale inay hurdaan inay tukadaan oo masaajidka aadaan in ay wax bartaan oo iskuuladii jaamacadii aadaan oo quraanka bartaan ninka intaas ka warama hayo oo u taagan yaani boos intee la agbu bulshada ka taagan yahay qofkaasi waad garan kartaan waad garan kartaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu lahaa waardiye kii qabtuu yiri habeen waardiye oo ilaahay dartii u soo jeeday indhihiisu naar ma taabtaan buu yiri wuxuu yiri xadiiska wuxuu ahaa aynani aynani laba indhood naar ma arkaan iska daa inay naar galaan oo qofkaasi uu naar galee maba arkaba laba indhood ma saaraba aynun baatat taxrusu fi sabiilillaahi il habeenkii bariday iyada oo ilaahay dad dartiis iyo fi sabiilillaahi waardiya u ah وعين بكت من خشية الله يقل إلهي درتي لأيدي أو إلماء أغتمد وحن مرك إسلاه ولا علي الهدي لي راه لغا ورمو عيدان كغرنك قيمها وكفر ديو يبلشاد وحو أيهي يماشا يباسك وكتشرو يعني وحو يوحن رنتي لغا شاكين كرماءها ضدكي عيدان كنقضي وكسو شقيي oo waxa weeye ma aragtay ummadan meeshay maanta joogto soo gaarsiyeen waxa leenahay maanta waxay leeyihiin abaal ay in loo abaal gudo oo loo abaal celiyo kuwa hadda joogane oo u dhimanayo dadkoodi dalkoodi diintoodi amaan iyo dawlad inay ku soo celiyaan waxay mudan yihiin wax walba in laga hormariyo wax walba in laga hormariyo wixii maanta la siiyo oo lagu tarana aniga waxaan aaminsanahay inay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay loogu dhawaado oo jannada lagu galo waxyaabaha ugu waaweyn jazaakumullahu khayr aljazaa wa barakallahu fiikum assalaamu alaykum wa rahmatullah insha Allah next speaker kan waxa weeye gudoomiyaha
حسن علي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا وحنا لتشو غرنتي أو حسين مدن قبض بالصوماليات ووهو الرئيس أفريقيا إذا البيلوت نقطة هرت ماشين على فدده ولا أصل عمادة أو ماشي فدده. وحنا عاوز فيلي مركا أصل لما غلي قبل فر بدن أو جري راه ترى بدن اللي مادن أو أي كقيب غاتان هوش هذا سببته هو هو رول مودل وعي وحن النجارين وعي وحتى لو ودن درس نلاقه ها إثيوبيا اللي راهدو 2016 كي وهو رئيس قبل بايلوت نقطه أو ديارة وضع النجار 1976 كي أي بايلوت نقطي أصلي وهاي هاي أيضا عينا كإركا أفرتن سنة ضد بنود حيسي مركب حويان رنتي شرف يوناك بمعركتي أنكو هاينا أديك إيو رنتي إنتي وحكو برتايبا وايد دولت بوحكو برتاي هذا الدولت هاي السنة أو هذا الميل تيوجين ما أذن وود اسمع أذن لهاتين سيدو كلو حنلا تيوجا دت جودة أو كيميت من يابلس أو هوشان مدودي أو نللي هالمجلس عبد حوش سو عبد الله حوش أو رنتي إن بدن نسوا عي أو إن بدن نسوا عي أو هوشان هذا وأنا نل مريني سو هذا مريني كعينك كسو كتير سنة ما بقى هم بمارتي سو مريكون هذا هوشي وقبانية واحد كانوا نرتشوا وين اللي هم قصة الشيخ حسن جامعي بيكون مقعدي هاي ومسجد مسجد الدعوة ومن صوته كويالة مدحوقة واحد أنت أقولي ماذا مقالد إنه أقولي ماذا إن أي نقول لي رجليان ده فر بدن بعاء ورقف بعاء وهاي رهدين ماشى العقبة لو بهنا يا بلد سواء ده نديله العقبة لو بهنا يا حوا ورد ومتى مركب وحياة هاي ده كان حيرة محلين شيء غير إنه ماشى العقبة خو بهنا إنسان رنتي waxay wadaan tusaale waxaan ugu filan anaga qaran baanahay sheekha hadda ka hadlayay sidee waajib u tahay laakiin waxyaalaha aan aadka u qiimeynaya waxa kamida waxa jirtay labada asbuuc ee soo dhaaftay laba arrimood oo xamar ka dhacday labada arrimood waxay ahaayeen nin Ugandaysa waxa la yiri waxa ku dhamaaday tuurki Soomaaliyad ku joogtay macnaha xilligii ba ku dhamaaday inaad ka aragteen waa laga yaaba kulligin Facebook-ga intu xanaaqay oo gaarigiisa wuxuu ku dhuftey derbiga maxtooyada intu xanaaqay waayo waxa la laabanaysa wuxuu qaataa lacag fara badan buu qaataa wuxuu ogyahay haduu laabanayo inuu 10 shilin ku qaadanayo meeshu ka yimid laakiin hadda kuna 500 buu muqdisho qaataa waxa kale oo dhacday asbuucii dhaweeyto mid kale oo asagana leeyay waa laabanaysa i think inuu ma aqaan wuxuu keenay asagoo wadamada buu ahaa isagana gaari booyada uu gatay wuxuu dhaxmaray wuxuu jeeray dad buu jeeray asagoo oo ka xun in la celiyo macnaheedu waxa weeyaan nimankaas meesha jooga ninki Soomaali oo maanta raba inuu wadankii wax loo qabto waa nin raba in dhaqankeenii iyo dawladnimadeenii iyo nidaamkeenii uu ino soo noqdo waynu ognahay hal arin shakhsi jeebkiis waxba laguma qaban karo waxa wax qaban kara ummada Soomaaliyeed oo isu tagta iyo dawlad xoog leh oo meesha joogta hadii marka arinkan la isku dayayo maslaxad buu keeni karaa هل مليون قف الصومالية توك تبنانكا هل كان مليون دولار حد من طبعا دولار بهيان وإنه قرن كرت 2 مليون بين قرن كرتها بشيء مركب وحن أنا وقالوا لي رجلنا يا شيخ واي لا الله يا وحن أنا لي رجلنا يعني رنت سود وين يا فكر كان وحكلا هذا أي نو بنانا ما يتران هذا أنا دك صومالية إن أنا أبهرنا هذا الكاني هل أرينا بون كل رجلنا لها دولة ده إن أنا كل رجلنا حالا يهون هرايي وان مركان أرينا كهذيني xogaa fadhi ku dirirku waa sidiisi waxa la yahay ciidamadu waa qolo kaliya waa magaciisi weeye qolo kaliya la waxay sheekada saasaad hadii jeerayna anagu markaan ku dhiirigelinayna dawladda Soomaaliya in ay ogaato in loo baahan yahay ciidanka Soomaalida si Soomaali loo helo in reer walba iyo tuulo walba oo Soomaaliyeed ciidanka laga qoro oo ciidanka inclusive laga dhigo markii arrinkaasi maado waxa iimaanaya in kalsi kalsooni loo abuuro sida daraadeed waxaan rajaynaynaa in aanu helno ciidan aanu leenahay aanu helno dalkeenna iyo dadkeenna inaan rigeen gareyno waxyaalaha inagu muhiimsan waxa weeyaan inay ugu dheena inaynu dareenno inaan iscafino inaanu dalkaas malaayiin bacaawo baraka ciyaalaha waxay dul fadhiyaan Muqdisho xalana waxaa ka oodan green zone ka oodan yahay malaayiin baa xero qaxooti joogta inaga halka joogna baynu aragno caruurahan dhibaatada ay ku sugan yihiin iyo inaga ruuxna dhibaatada aan qabno haddii aan dalkaas helin quruxda badan leh
oo nool baa ninka qoriga la hortaagan yahay oo nool baa ninka la hortaagan yahay suurta gal inoo noqon mayso inaannu dawlad helo sidoo kale initiative kaano kale oo positive ka marka qofku wado in la garab istaaga waa waajib baan aaminsanahay ugu inay tahay sida daraadeed dadka noo yimid oo magaalada noogu yimid waanu in soo dhaweyneyna hal arrin waa ka xunnahay tiradayadu waa yartahay laakiin waxaa fadhiya dad runtii muhiim ahaa meesha fadhiya caawa oo xataa waxa laba nin oo noo ordayso oo maxaa la yidhaahdaa laba district noogu kala ordaysaa meesha fadhida oo dhallinyaro ah oo maxaa la yidhaha la dooran doono insha allah taas waxay ku tusaa sida motivationku mataqaanaa uu yahay marka waxaan u baahannahay hadda culimmadiina waa jogta occasion kamaan ugu faa'iidaysanaya arrimo fara badan baa magaalada ka jira oo dhibaato ah oo ay ka mid tahay ciyaalo iyo wax isdilaya waxaan u baahannahay inaan ka wada shaqeyno arrinka isaga ugu dhiisa waana soo dhoweynayaa wixii fikira oo wanaaga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaranimo waa gobonimo fahmaadsanays mr cumar haddana waxaan kusoo dhaweynayaa microfoneka gudoomiyaha taakulaynta cabdulaahi xoosh okay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa waxaa aada ugu mahadinayaa dadka arrintan soo abaabulay oo noo wacay anagoo anigoo minnesota anaga abaabuli ka wadnay taakulaynta ka wadnay arrimahaas marka waxaa lanagu yiri maasha allah marwa asli baa kolle xiriir soo samaysay waana ku tala jirnay inaan halkan imaano marka waxaa lagu yiri marka imaada xafladii waa diyaar marka raggii dadkaas dadka isxilqaamay oo arrintan horta howlka qabtay aad baa u mahadsantihiin ree u ahaayeena waa aad baa u mahadsantihiin soo dhaweynta wanaagsan aan asiiseen runtii annaga waxaan la kulannay shalay iyo daraad baan kala imaanay may maanta shalay iyo daraada kala imaanay marka hawadii baa xumeed dad badan oo gabar kanada ka imaanaysay caasho abukar way baaqatay hawadii xun daraaddeed sidoo kale waxaa nala socotay noo imaansay munagaal erwy iyadana shalay iyo daraad iyadoo shalay dhan airborkay joogta runtii hawadii xuma daraaddeed marka sidoo kale waxaan rabaa anugu gudoom xubin baan ka ahay guddiga waxyaaba hadda sheekha wax badan dhammaystiray oo runtii waxa waajibaad anugu wacyigelin idiin sheegmayo laakiin waxaan rabaa inaa wixii su-aal a qabtaan aan idiinka jawaabo waxaa dadka ka walwaleen baa la yidhi lacag baa la aruurinayaa annaga guddi ahaan lacag ma qabanno dadka waxaa u sheegnaa sidii ay u bixin lahaayeen lacagta iyo meesha ku bixin lahayen u sheegnaa haddaa su-aal ka qabtaan mararka qaarkood meelaha xaflada ku qabanayna waxaa sameynaa flyersaan keennaa oo akoonnada ku qoran yihiin laakiin hadda waxaan idiin tilmaamaynaa website aad ka heli kartaan informationkaas marka haddaad tagtaan website la yidhaha taakulo ciidan .org ama facebook haddaad gashaan taakulo ciidan iyo videogan laftiisa markay la dhammaystiro guddiga macnaha tv ga qaranka waxay ku dari doonaan akoonnaday ku dari doonaan marka meelahaas aad ka helaysaan marka waxaa muhiimadda waxay tahay sheekha runtii arrintan noo furay imaamka maasha allah wuxuu sheegay inay waajib tahay waddankeena waxa waaye waa waddan qaawan waaye basically marka xuduudihiisi waa dayacan yihiin hawadiisi waa dayacan tahay baddiisi waa dayacan tahay waxaa ogtihiin maalinta dhoweed in imaaraadkii iyo dowladda isku dhaceen interest ay lahayn baa la ogaaday dowladda federaalka imaaraadka waa iskhilaafeen waxyaabihii ay sameeyeen ugu horreysa waxay ahayd hadday waddan wanaagsan yihiin oo micnaha soomaaliya wanaag u wada waxay sameeyeen meeshii isbitaalka ahayd oo micnaha ay waxyaabihii keliya oo ay soomaalida u sameeyeen bulshadii bay kala tageen iska daa ciidamadii isbitaalkii ay maamulayeen oo mushaarka bixinayeen dadkii daaweyne waa ka tageen ma garateen marka waxa waaye ciidankiina intay isku direen ciidan 900 ama 1200 dhan bay hayeen ciidankii bakhaaradii hubka yaallay bay u fureen ma garata waxa waaye marka dhibaatadaas waxaa keenay waxay tahay dadkeenna soomaaliyeed oo dibadda jooga ama gudaha jooga baa rabin inay ciidamadooda mushaarkooda bixiyaan qofka waxaa la rabaa qofka inuu canshuur bixiyaa la rabaa qof walba oo citizen oo soomaaliya waxaa waajib ku ah canshuur baa waajib ku ah marka waddankan hadda waxaan soo marnay waxaa ogtihiin waqtiga canshuurta la xareynayaan soo dhaafa soo xirmatay qof walba waa lala xisaabtama soo maa
yana la xisaabtamo anaga. Hadii xaq diiniyan ay waajib nagu tahay wadankeena dayacad weyn ay ka muuqan tahay wadanka waxa waligeen ka shakeena wadan qurux badan oo qoraxda 24 hours iska taagan tahay oo green ah oo xoolo badan leh oo maareeytay wax uu soo maray ka sheekeynayo oo aan garanayna dadka hadda aqoonta leh oo wadankan wax ku soo bartay iyo meesha Soomaal wadan garanayo haddana waxba naga qareeban aqoonteenu aqoonti way ka sii badan tahay runtii lacagteena lacagtu way ka badan tahay waxa ajiiba ilaahay amarkiis wadanka ilaaha milyan ku badan baa laga shaabaa Soomaalida qurbaha soo aaday kulligeen waa noolnahay ilmaheena hadda waxa la ii sheegay sid oo haye kaliya caruurta Soomaali isdishay oo 18 ka yar magarad saw badheen maxaa keenay waalid hadaan anuu waalid ba shan wiil baan ku dhalay Mareykanka joogan waa ka walwalsanahay magarad marka waxa way ilmeen wa isdilayaan anagi waxa way wax dhalanteed baa noo muuqda marka anuu waxa aniga aad aad ula yaabanahay sida ma aragtay waxa sheegteen in intaan ka badantayeen waxyaabaha qaar ka qabaneysan marka arinta inta hadal aan hadda qof inta iga dambeysay sheegi doonto waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay sheekha ugu horeeyay sida uu asiibay uu uga calmi badan yahay laakiin dad muslimaan diinteena ma qabta dad diin oo dad diin aad ugu fiican soomaaliyeen marka day wixii waajib ahaa oo sida salaada ilaahay nuu waajibi aasmeen ma sameeyno ya marka waxa way waxyaabaha ciidamada inaa xoog aan iska saarnaa rabna because wadankeenu waxa lagu leeyahay mad salaadii ma tukan waajibaadka ilaahay uu kugu lahaa kama bixi kartid hadaadan nabadgelyada helin ma garateen marka si gooni ah haweenka aad bay arintan maartay u dadaa dadka ugu gacan fuucan oo macnaha taakulanta ciidamada taakulanta ciidanka ugu horeeyay oo xamar laga furan jooga October 8th gabar ba hooyadeed ayadoo fadhido ba gabadheeda soo wacda Minneapolis joogta xamarna hooyada joogta gabadheeda marka gabar college markaas dhigatay ahayd markaas hooyo waxa fadhiyaa meel gudigta taakulanta ciidamada Soomaaliya lagu taageeray markaas hooyo aan 500 lagu qorbay tir ana soo diray 500 bay soo dirtay gabadheedu waxay joogtay Minneapolis hooyadeedna xamar bay markaa joog shirki ka qayb galaysaa marka waxa way hadal badan wax badan ama intii meesha joogni waxa ogna abaar baan sugeeyay dadka inay maadaan anuu ma dheeraanay wixii su'aal aad qabtaan waa idiga jawaabaya laakiin waxa jira waajib nagu ah qofba qofka kala saaxiibkiisa iyo walaalkiisa ehelkiisa u sheego masaajid badan maanta ka jira meesha Ohio Columbus ka jira lay u dhahay imaamiyadiin culimadiin diintiin community-ka isku xirantiin gudoomiyaha macnaha Jaleed Columbus waaniga oo ayga horeeyay had waati hadlay idinka isxilqaama waxaan idinka jeclahay inaan sameeyaan gudi shan qof ka kooban culimo iyo qof kasta leh inaan marka noo soo gudbisaan gudi ahaan si aan iskala warqabno oo wacyigelinta hadda maanta aan sameeyneyna inta ugu akaanin koos hadda hadal sheegno oo kala tagno biri waxa la rabaa in macnaha wixii meesha ku dhamaanayo marka waxaan rabnaa wax socda oo because wixii wax bilow ah waaye marka waxaan rabnaa inaan iska warqabno oo update soo siino oo haday noqoto xataa inaa xaflada qabsanaysan aad macnaha noo soo wargelisaan si aan website-yadeena ugu daabacna dadka oo la socosiino aniga waxa aad ii dhiirigeliyay Marwa Asli Cabaada ii dhiirigelisay Marwa Asli waxa waaye aaday wallahi ii dhiirigelisay maalin markii igu horeysay aan la hadlo telefoonkeeda madaxtooyadan waxay waaraaday wax ayaan way markii madaxtooyada waxa la soo siiyay waxa la yiraahdo kaas aan la markeed markii la siiyay waxay tiri qof arintan ka wada shaqeynaa oo garan waayay markii sidii ba maartaan iyo iskula shaqeynaa sidoo kale Sheikh Xasan Jaamici barakallah Sheikh Xasan Jaamici waa family jaamacad uu dhiga islaamiga imaam masajid ku yahay waa aabe anoo kale community-ga iyo mujtamaciisa wixii ay karabeen uu sameeyaa wixii wadankiisa ugu baahayna community volunteer uu sameeyaa kulligeen waa soo dabarnay meeshaan waa soo dabarnay anaga iskeenay anaha ma aanan dhahayn maarad volunteer aan lacag nagu masiyo qof walba jeebku iska cansi tigirka anaga soo goosanay waa imaanay waxa rabnaa arintaas inaad si arin xoog leh iska saartaan ree Ohio oo isxilqaantiin inaan meeshaan ku iloobin fiidiyogan iyo muhaadaradan iyo culimada waxay idin jeedinaysaa ku cadceshataan insha Allah wa baraarugaysaan waxa way wa salaam ya kulligeen ma salaam assalamu alaykum warahmatullahi waxaan noogu xiga speaker kana waxa way ambassador Abdulkareem fadlan adoorku wala dhimay Soomaali wax la door war la qabaxay Soomaali weel la sheegay la wala sheegay nuxurku waxa weeye hadaan wax yar taabto
برنامج كعاوة لسوي مد أو سلكيس وياه إن إذا وح طياله وحقوله إن سماري الله سبحانه هدي قف في سماري ودي ذكاس قل كلو شقينا يا نورنا مركا وارين مهمة قولي كان هذا سؤالنا هاي دواسر رود عادي قل كلام صارنا إذا كيتي كارم الله قبيل ما هين إذا سؤال يدبوا أنا جالس كبر بروني تب إن لول السامرك سوى لول بربوري على سالنته لكن سوى لول سوى ذكته مرك وارين مهمة إنان وهي أود النداء أما هذا قط لقاله أما هذا قط تلاه إنان كديم ولا كمرمان وهان ربع إنان وهي رطلاك بحيو وهذا نسب الروا دولي يسكدم بهي سوماليا بربر كيكدب قرصدي وهي قرن كريوين إنت برضا إذا ما غلطت برهي إنسى القوة الصومالي والميتوبيا أيضا كوتا برس مسكيني وما بعمرك عقلك أدمو دعينو كفوك ياه نكي ربي كل ربي ماشا أنا ماشا أتاقي أنت أنا أتاقي ماتو مركا ترى أيضا إيه تغبر مركا مشاكل من هاي استكاسوي وحا مهيمة تذكي أقوان تقولها أيضا وسراكيشها يا روبن ونكي أفريكان كأنت العكس ينس أما كيان هالنقضة من يوغانديس فقفك سماليك سيست وأقوان تينا له تلكي سينا حقا بناي مركا والله قام مرمان إنه رجاس وحاسوارت إيدن كثماردو إن لقى قروس إذا نظام كوياي إيدن مليشيا رير وحاهم القبيل قرن من نقنكر وحاهم نقنكر وحاهم إلا إيدن والدنيا ودافعه وح كوين الصقة يريركيس ودافعه قرن نمو ودافعه الدين تسلامك ودافعه وينو قفكو وح كوين الصقة وينو دافعه يوين مركا إيدن كمركا لقر هبل قرى لكرة habkaas wuxuu aan jiray sida qofka italkiisa xoogiisa ee u qalma ciidan qofkaas in gobol walba Soomaali tiray islaag in laga soo qoro markaas ciidankaas wuxuu noqonayaa ciidan national ah laakiin ciidan qabiil oo parochial ama tribal militia waxa ma noob soo banaa laba arko waara ta keentay ciidamadu in ay ugu islaayaan hadba qala ciidanka isku laayay xafadaas ciidanka xafada isku laayay sababtoo ah وأذن أن ديار سنين دشبلين أيضا كم الصهارو دشبلينك أيضا دشبلين لاين أيضا من غنكر وإنه ما هذا كامر قاتها وإنه وح وكبق هاي إجران تاز وحكسي درن سماليا وحلاقة سبي بيس هبا ترينين يلا دين نيجي غير مرا ولا مساعد بحلاقة إسه وإذا أجنبي يدلو شو حرمة تاينا وقنا ورد إذا أجنبي يدلو شو وحاجوا يجون ديس ما بيلها تكون بحاجوته labi la waatakun afisiyon ma dhaafaan awey shaqada loo soo diray wax kula xisaabtan ha raaw ilaa warar soo leedama soo dir ha soo kun intaas ma qaadatan ha qabshada shaqadeen sida ku qoran warqadaha adduunka ama security council-ku waxa way peace makers waa inay nabad soo biyaan nabad ay soo biinaan maxay dadku waa walaalay maxay shan boqol balu dilaya xagga laba boqol balu dilaya madaxtooyada dalka la weeraraya yaa idan baa weeraraya نون دانا يرى وراء بعوسي وطا نوك اللوائي لو أتاك كونها وبكاد عيدك السومالي ده محي قابنا محي لعاك تبقاثه وحالوغة باني دي وردو إنا لا حساب تنتو واللي رادين دي شغادة قابنين الباب كباح بركة الباتوني كانوا بذيهين لكن محارا وينا كسو حرو وحانا أنقو السوق يسنو مدعين إنا قولك الأيدي نما هنو باننا هاي إنا أنقو ديب سفيرن ونرا هل سؤال كتشوهم والسومالي محدان واغو ها ما هرير بالمحاضرة سبت هرير بالوحمة نقنكر ما أنتم هذا هرير بالكويسو وحمة نقنكر مركب يمكننا هيستوى حاوي علادة أنا وأنا سوق ابنه أيها واحد نجاي لترتي سين لو جمين هاي سين لو كنا لو وش إذا شيء شرفتنا لو قاعدي سيد قارن كنا جي دني ماذا ندي وما درنا دي الله بابنا مركب واحد ما دينا كورفت هذا الكه لا سوقنا نحرك سوى حاوي إذا كحوق ذلك الصومالي أما إذا بس الصومالي ما هراء والله قام مرمان إلا تاجر sababta sharafti qarnada ay ku jirtay wadnaasintii aan waan taariikhdan dib u fiirino Soomaaliya waa waxa jirtay ciidankeedu waha top 4 or top 10 quwadda ay ciidanku soo xogta dalka waa u gaaray oo aan heer aan gaarnay dad wadamo kale oo gumaystayaal shaq anta ugu jiray inaan xoreynay marka dhimale future kan waa very bright taariikh baa leenahay insha Allah
marka taariikhduna sidoo kale og yahay recycle way sameysaa aan ku noqday dad kale aan martidana waha markaan waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo gabadheena qaaliga ah ee daday habreertay walaashay Asli Xasan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxay mahad ballaaran u sugnaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan mahad u soo jeedinayaa walaalaha qaaliga ah gabdhaha sharafta leh iyo wiilasha sharafta leh ee soo abaabulay xafladan sharafta leh aan ku unkeyno ama saldhig u tahay inaan maaragtay ka hadalno taakulenta iyo wacyigelinta ciidanka qaranka taasoo ah باقي ومدحوينها يجا شرفت له مدني محمد عبد الله محمد فرماجو ونو باقي وباقي سيدو حوغنا ساري برايورتيغنا وسيي سيدي عيدن كالو ديسي لها وايو عيدن قرن آن عيدن لحين قرن ماها وحويان ان برايم منيستر كي يجا شرفت له ودورتي مدني حسن علي خيري iyo and the speaker of the parliament gudoomiye baarlamaanka cusub and mudane maxamed mursal sheekh hanbaliyan leeyahay marka walaalayaal marka ugu horeeyay waxaan walaashay u soo jiitay gabadhan ilaa dugsiga hoosan ilaa dugsiga sare kala baxno gabadhan sala soo korno classmate aan ahayn weeyaan aan aad u jecelahay ruqiya maxamed baaldhaha ku soo waxaan odaygeedana wad garanaysaan waagii markii madaxweyneena uu prime minister ka ahaa wasiiradiisu marti kamid ahaa bono naneesi sabono aldhaha wad garanaysaan ma sha Allah marka in walaalayaal in hadaan u soo noqdo hadalkii waa leegala hormaray wixii aan dhihi lahaa ma sha Allah jazakumullahu khayran in waxa weeyaan runtii in dadkan caawa halkan isugu yimid sida hore u tilmaanteenba in dad farabadan oo aan tayo lahayn waxa dhaama dad yar oo tayo leh marka in waxaan wanaagsan in aan markasta ciidankeena aan taakuleyno oo aan xoog saarno sababta wax weeye ciidanka iyaga waa wax weeyaan udub dhaxaadkii dalka ciidanka iyaga waa sharafti dalka iyo dadka iyo diinta ciidanka iyada ciidanka iyaga waa nabadgelyada dalka iyo diinta iyo dadkaba sidoo maartay in walaalkeen ama wiilkayga aan iraade wan dhali karaaye in Cabdullaahi Xoosh oo maartay carabka ku dhuftey waxa weey runtii sidee aan diinta aan practice garan karna hadii nabade ay jirin nabadena Ilaahay ka soko waxa dhaliya ciidanka nabadgelyo la'aan wadanka wax hagaagaya male waxa liro ooda dhacmad si u kala gurayaan ba loo kala guraa marka walaalayaal oo dad diintoodu ku saleysan tahay baan hada islaam boqolkiiba boqol inaan Ilaahay ka cabsano inaan Ilaahay u soo noqono inaan cabsida Ilaahay aan badino ayaa noo wanaagsan sababta wax weeyaan adduunka waa mataacul quruur way waa laga tagaya sababta wax weey Ilaahay maanta maalan ahayn waxa iman doonta dad wajiyadooda walciyaada billaah madoobaan doono iyo dad wajiyadooda yaani maasha Allah cadaan doonaan oo aad u wanaagsan kuwaas Allah nagu daree اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وأذكر نيسان آية هاس حوغله marka walaalayaal maadaama dad islaan aynu nahay wa taawanu cala albirri wattaqwa wala taawanu cala alithmi walcudwaan ina iscaawino weeyaan ina maarta xumahana iska ilaalino
مارت أن وناجن أن إسفرنو وحصوص عت بيشي رمضان عينك وسومية أسكرج وقرج للتاجر أو ودنك يصير دفاعية أو أولادي كذن بيسو أو حدنا رسام صومن you can imagine مركو ولا علي مركل اللي هلا تأكل ما هو وح لابري ووح واجب نوقع واجب نوقع ويان إن ذلك إني ذلك أنا ودم قلو مركا إن الحصوص تام بشهر رمضان أو ذلك مساكينتي أما حتى ذلك وحن أركي حتى أهل كانوا وإن الحريريو وحواي إله سبحانه وتعالى ما جعله ذلك مارت أن أقرب ذا أن الحريرين خطرت إذا لا ضحي وإن الحريريو وإن بال مركزنا الحصوص تو سيب بشهر رمضان مساكين تملها سيب سيب قف ذلك وكل اللي تو إن السو حصوص تو ويان إن مارت وحن أن سمين إنه بقول ير بقول دولار أو على بقول دولار أو قادر تدد بواحد تريسة مرك ولا يالو إن أنا رانو ودنا وارمنا إن مارت نبتجلو كذي فنانا وارمنا لكن عينا كم تأكلين إنه ووحن عقلك جلي كرينين عينا كوحوي وإن حوج للسارة وبرايورتي كواد ويان عينا ك ولا يالو عينا هدون جرين دل مجرو نبتجلي أنا ما إيمان يسو عيدن كعركة يدلك يبدد سدوا وراك ويلك أنا منوش يعني ما شاء الله ديار ده هني عن مغلية عدكودي جزاك الله خيرا وحنا هين دولة وانا اكسن او شرف له ايضا وحنا هين حوغة او نباحيا او لقب قرية او افرق او حوغ وينا بان لهين ولا ليالو الى بعد كناري ولا ليالو ايضا كتاكل هيا وهداد شرف ربطان ودن كينا عدرجك ربطان انا بعد رجك ربطان ودن كينا ايضا كينا تاكل هيا ايضا كان لسنو أن إلهي كعب سنة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إلهي أن كبقنا ولا ليالو أن سنة حريص سنة إلهي سنة حريص سيري هذا يعني عقوحة أن مغليه وحا اللي انت إيقا كيانا يعني وانقرنا يقير ذي سابتا وحاويان هذا أنه ما أنت اللي حدن جرى محا إيقو كلفة إلا ندب أقول نقضو أن F-16 كدوله وحا إيقو كلفة ودن كيقا ربا إنا ندفاعه ودن كيقا ربا إنا دل كيدين تيدبق إنا ندفاعه محا ولا ليال وحربا إنان قبل صوصارو إلهي إذن كيس إن شاء الله تعالى إنان قبل يويلل أن صوصار ما دام أن إستركتر أن أهي دالكي إنتا كن نغضو أن صوصار قبل يويلل دالكي ندفاع بإذن الله إنتا نفت النقود جرت إن شاء الله ساسر رجينا يا مركا ولا ليال إذن كحوق أنو سارنو إذن كأنو حوق سارنو وإن كوز ديرادان أمالينا يا وانشا على إن عاورنا نهضلو لكن حوق وانقيرونا يا مركا إن شاء الله تعالى هذا الكي وحن كسو قنان ذايا ولا ليالو وحن رباكلي إنان إذين شيغو ما أنت وحن إن كتو كذي سلادي جمعها الله نقا أقبل إيه مسجد إن مسجد أبو بكر ومسجد آذي آدو قرح بذن آذي مسجد كاس محبي سوح السيميد مقالة ذي إن مارت حافت كمي ذو كل سن إرفين وحن يقان برسور كينا يقان شيخ حسن جامعي مركا إن ومسجد آذي آدو قرح بذن markii salaadi laga baxay ayaan istaagay dumar kale la hadlay an ogeysii siinayaan la ma xusuusataan la maanta waxaan qabno programkaas ma la socotaan qaarna waxa dhawaan maqalna qaarna waxa dhimaana maqalna hadaba maqla erik imaada caaw hadii ilaahay idmo marka gabar baa iga soo daba orday markaan soo baxinta anoo gaari kori raba en waxay tir walaalay iga raali oo owlad yar yar baan haysta en ma iman karayo aad bay igu adag tahay laakiin بلن إيجا قاد بيتر ولا لي وحكى لي وأنا تريا إن شاء الله تعالى وحن تسي إن أكاونت ذي أو مارت كقرنا أو دولة أي فرتي أيان إري وين صورتي وان تصور قدي وان تسي وين صورتي وحتر إن شاء الله بلن وين بالكسر وان بحنا يا حدنا أفرتن كاد دولار إيجا قبوا حن دا ولا لأن كاش ما قبلنه لك أكانك قدر إلهي بانكو قد داري إيجا قبيتر وين دارسي وأنا أمانه أفرتن كا دولار بي إي ديبت مغا عيدنا وحالي رادا عاشا صلوب إيغا قدوما أفرتن كاس إيغا قدوما واي أنغا كاش مقابنو
لكن وحيت الوقت ما هي أن قدره مركا وحن إذا شيء جاي قبل ناس إني صدق يستخر الله سيو ميزان كذا حسناتك الله أقولك إن شاء الله تعالى مركا ولا ليالو إن شاء الله تعالى هذا كي وحن كسر جنان ذي يا مركا له وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هل سن حريستو إذا كهلون حريستو دك أن أنا نحريسنا دل كني ودل وحن نقضي مرتي إن وحن لو جسوا أرضيا وحكل ما ودن كن ودي هاي خيرات كوي ما هنجا سومالي إن لو إيمان يلديله يماها برارت أرجي كوين وحويان خيرات كسر الله صعدا مرك ولا ليالو سدان يعقد نهن لهن وأنا عيدا كني أن بسنا وأنا عيدا كني أن أتكينا أم تيو أن أويلنا صوبت أيقون بايور نقد له كرا إن وحويان ولا ليالو خلاف لو ما بهنا وقت خلاف يلصق قبصي يسدر قبيل هرتوان قرن وقر هرت قبيل وحلي رادو إلهي لتعرفوا مؤسمي لسكو قرتو لكن إن قبيل ما تماشي لسوقليو هداين قبلها كشكي سنة خير الله سيار لها دو مرك مرك ميلا سوق تيا الروسية دا بران بريان قبيل بيكو بران بران أنا دور جري قد عدم نسوت أروس وتجي أن أركي دو مرك قبيل مرك الله شجبا قرب سارة حورية ونلك صلاة دعية لا حول ولا قوة إلا بالله وانكبحي والله وانكتجي صبح أروت ديردن قبصدي إسلام ما أحساس قبيل محوط تريا هو يدين يا أبين ودادونك وقوش عشين يعني قبر إذن لقلينين والعياذ بالله لبدا متربان السوقيسة قبيل محوط شيقيا قفل بعمل كيسون براعي مركا إنا أرنتانا آد وقد داشان دمرو ولا ليالو وإذن شعلاهي كد دالا أرنتاس آد يا آد وقد دالا موان أكسنا واي أبد با إذن فيرسانيا وحاتيهين مارتي إن أبد با بربارين نيسان قبل يري رابع روسك دين راعي وحسي أركيان يجن وح هذه نورمال أملاينا وح باللقب صنيان مركا إذن كن وح إذن نقنس وح عمل حن قد إذن كي مرت وجوكتة قد ماشي دريقة ضفرتين مركا إسكيل علي ولا ليالو وددال أمد أبدك وددال دلني يردنا وحن لحظة يا دلني روا مستقبل كي ذلك وهي أنا جو وقتي وان سوق هذا ناي الحمد لله هذانا ساسي تهنا كما دالينو ديار بان إذن نه الله الواحد نوجبها تان لكن دلني يرو دلكن تدبر استي والله تدبر استي ملي هذين إذن كدلكن دلكن وكهوي ولا مهرا وعسك جلال دلكن أنكو فكرنا أن وحترنا دلكن أن وحترنا دين تنا أنكو فارنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرنا أسلي حسن هذا ولي وقتك تشوق في سبيل الله وقتك أخرى إن أنا جبرة جسد ودكاني يوحى عن شري يوحى المستقبل كنا قندونه هدرة ladies and gentlemen وحاربا إن أنا كسر الويو scholar professor حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مركه رأي إلهي سبحانه وتعالى أمهدنا ياه كل كان خير كبضنا وافجيي وحان ويديسنا إن إلهي سبحانه وتعالى إن نوبرك يفرقان وكدق فرق مردل له أو إلهي سبحانه وتعالى ومداسي صوماليات وصوب غودقه مشروع كمذا مشاريع ذو وين إن نجحه إلهي إذن كي سواه مشروع تاكولينت وعيقلينت إذا ماذا قرنك صوماليات أنا يقول حنكون بلعبة يا هذا الكي كوبان لبا سؤال سؤال شكوات إذا قرن دب مودي سكرنا وسؤال شكوات إذا قرن دب مودي سكرنا جوابتم حين قنيسة ها لبا سؤال عنده هاي سؤال شلبا ذو حواي يا سيد دب مودي سكرة ما علينا أنا هاي أو إمامة أو جامعة وحكاية جا مركا وحن بدنا أرضه صان مركي هدي هردة يان صدو أمباستور كشيء هدي كلامه صان مسكح ضوء أوكي عيو
waxaan ku bilaabaa su'aal ku saabsan mowduuca. Marka su'aasha ugu weyn oo labada su'aal mid ugu weyn waa talabaad oo ah yaase dib u dhisi karo ciidan qaran yaa way dadka dhisi karo. Marka waxaan kala qaybiyay A iyo B. A ciidan hadda waxaan dhisina la socdo waa ciidan qaran oo awood badan, waxaa dhisi kara laba qaybood: shacab qaran oo awood badan iyo dowlad qaran oo awood badan. Migu waafaqsantiin? Shacab qaran aan qeexay, marka waxaan ku qeexay shacab awood badan ula jeedaa, waxaan ku qeexay shacab caqiid ahaan awood badan waa koob, shacab fikir ahaan awood badan, shacab akhlaaq ahaan awood badan, shacab mabda' leh. Intana waxay hoos imaanayaan aayaddii qaarkiina akhriyay oo ah oo walaasheedana ay akhrisay asli oo aan daalaynin ilaahay cumrigeeda ha barakeeyo aamiin u dhaha. Ani asli waxaan xusuustaa waana u sheegay, inkastoo hal gobol aan wada joogno run, markii hore aan reer Texasan ahaa 1996 meeshaan isla joognay, laakiin asli waxaan u sheegay intaan waa daqiiqad aada u kooban. Qofka horta lagu amaana mararka qaarkooda lama jecla, laakiin qofkii xasuusta carte shirkii ka socday udub dhexaad ayay u ahayd, waxay jecleyd inay aragto waxa ilaa maanta ay raadinaysa oo ah shacab midaysan oo qaran iyo dowlad midaysan oo qaran. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan dhahay, waa u cudurdaarta, waxaan dhahay asli haddaadan arkin adoo nool waxaad rabtay, ilaahay ajir ha kaasiyo. Laakiin waxaan ilaahay weydiisanayaa, waan weydiisanaynaa inuu ilaahay adoo nool u ku tusiyo shacab midaysan iyo ciidan qaran oo midaysan iyo dowlad qaran oo awood leh oo midaysan, insha allah. Shacab midaysan waxaan ka soo qaatay hal qodob oo ah shacab mabda' leh. Shacab mabda' leh wuxuu dhismi karaa shacab diinta ku toosan hadduu yahay. Walaashidaa daalka carabka ku dhifatay, waxaan oo dhan waxaa kulminaya hal aayad oo qur-aan ah. Nin oo gaal ah ayaa wuxuu i weydiiyey su'aal ah, haddaan rabo diintiina inaan barto hal aayad ma igu soo koobi kartaa, maadaama 114 suuradood oo qur-aanka aan wada akhrin karin. Markaasaan dhahay aayad qur-aan ah ayaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay watacaawanu cala albirri wataqwa. This aya covers, waxaan ku dhahay aayaddana waxay koobaysaa waxa ilaahay uu ka rabay ummaddan oo dhan. Aayadda maxay leedahay? Watacaawanu cala albirri wataqwa. Qaybta hore cala albirri, inkastoo la soo horumariyey culummadu waxay dhahayn tafdiil ma aha tan dambe inay ka fadli badan tahay kala horumarintaasi ee maslaxa waaye, laakiin aayaddu waxay ka hadlaysaa in cilaaqo oo ilaahi ah in qofka uu dhiso oo ah qofka ilaahay inuu ku xirnaado qaybta wataqwa waaye. Watacaawanu cala albirri wataqwa, wataqwa micnaheedu waxa waaye in ilaahay lagu xirmo oo cilaaqo xoog badan ilaahay lala sameeyo. Markaas waxaa noqonaysaa qof xoog badan, ummaddaas ilaahay ku xirantayna waxay noqonaysaa ummad xoog badan. Qaybta labaad waxa waaye oo qaybta hore ah watacaawanu cala albirri, cala albirri waxa waaye cilaaqada makhluuqaadka dhexdooda. Marka hal cilaaqo waxa waaye makhluuqa ilaahay uu karaameeyey oo bini aadanka ah iyo jinniga cilaaqada ilaahay uula leeyahay oo la xoojiyo, cilaaqada kale waxa waaye makhluuqaadka dhexdooda cilaaqada ay leeyihiin, waa insaanka oo annaga ah iyo makhluuqaadka ilaahay abuuray inaan cilaaqo la sameyno, xoolaha ku jiro, geedaha ku jiro, saan ula tacaamulayno, in tacaamul cibaadee noqonaysaa oo feer in loola dhaqmo. Qofkii aayaddaas fahmo diinta oo dhan waa labadaas. Diinta oo dhan waxa waaye in ilaahay keliya la caabudo oo lagu xirnaado iyo ilaahay wixii ka soo haray in cilaaqo lala yeesho. Aayaddaasaa sharaxday. Marka waxaan dahay markaa isweydiiyey ciidan qaran oo xoog badan sidee lagu dhisi karaa, waxaa lagu dhisi karaa shacab mabda' leh in la helo. Shacab mabda' leh maxaa waaye, maxaa lagu qeexi karaa? Waa shacab ilaahay ku xiran oo awaamirta ilaahay fuliya oo ilaahay wuxuu xarimay joojiya. Shacabkaas haddii la helo waxay dhalayaan, ogaada dowladda yaa dhala, shacabkaa dhasha, waxay dhalayaan dowlad ka tarjumayso
شعب كاسي مرك الدولد مبدأ له إنه قناعين قف كمبدأ له محلو قرتال لما جبان كارو مشكلة ده أمبستورك وكان له وحواي إذن وحورنا هاي عدو كوتا وبري إذن كومان نقضه وارن أنا مشروع تاكلين تبع معنيه سو حواي إذن كسوماليا إن لا ما ذحبنا نيو ودن كذا دين تودا يدل كذا شاق آيات وكبلا وآخرين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قيبت أصدام به إلهي إلا أضيعه وأقرنينا سوما كتابك إلهي إلا رعواي وأطيعوا الرسول سنود النبي عليه الصلاة والسلام إلا رعواي تنسد حد وأولي الأمر منكم one of the تفسير علماء ذلك حتى the best تفسير أو حواي أولي الأمر وحلو الجيدة العلماء والأمراء ساسده وعلوم ماذا وأنا جا شيوخ ذينا يه والأمراء يمدحده وقف كسر مدحه سوق جراي مارك كمونيتي تحت مدحه وأهو سيدا قدومي حسن أكله قف كسر مدحه مارك أسوي حدان ويسيف سريع علوم ذو حدان العلماء يعلمون الناس الشرع علوم ماذا دتك وحي برايان شرعي راعي لها ما حلاله ما حرامه والأمراء دولتنا ينفذون الشرع شرعي يفولنا يا دولد مرك شرعي قصيدة اللوفو ليو او دادك قفك وكعب صدو هدو حد قدبو ان الحيري دونو اما هدو حد قدبو انت لابا لغا قابا ايدن انو جروا ايدن كاس مرك وانو نقضا ايدن بلاد ما نقون كرو ايدن قبيل ما نقون كرو وانو نقضا ايدن قرن او لكن مبدأ له ايدن وان ارنتان واكهد لدورجر ايدن مدان او كواسا تاو باريو إتوبيان كا تاو باريو يوغانديسا تاو باريو مريكن كا تاو باريو دول دار تلمان إلا تاو بارياش إكو إكادان سيدو أوشيغي أمباستور كان كوافق سنة إلا إكو إكادان تاو بارياش إني معلمين يهين إيادو أن الله المامين معلمين تسو مالي دا إذا ما أو صحة أو قرن أما ديسي كرنو تاكولين تمك معنه دا أنا وحان أفهمي ورالكي غنا عبد الله حوش iyo gudiga dhan oo gudi sara ah oo jeneraalka ciidanka ahmed muuse jaamac iyo gudoomiyaha xigeenka sheekh noor baarud oo sheekhiga ahaa isku wada waafaqsiin inuu yahay ciidan mabda leh oo ku saleysan iyagoo dhan oo xitaa aan codsanay urur kasto inuu lahaado ugu yaraan hal imaam oo diinta ku takhasusay oo dadka ciidanka oo dhan ku jira baraya ahkaamti diinta dad salaadooda tukanaayo dad akhlaaq leh مركوا بيس أن لا ديسا يوا شق بدن يأوبه هند قف كإذن كمبدأ له لما جذن كروح ولا جيدا ولا احترام يا احترامي ولا شيء نروح نوش أكتر أما ولا لك أن قف كمذا هذا وشيء جاي إن إذا ماذا إن نقدان وحان مقلية أنا جا كل تاريخهان ويسح الدونتان صدق ذا إذن وجو حب بدن أفريقيا إني أهيا تاريخهان إيه قصص جاري أنا جا مركز أنا وحان دهي ويلي مركز haddii loo fiiriyo xagga diinta wadaniyad ahaan way dhisnaayeen laakiin xagga diinta sidii loo uma dhisnayn waa waxaan ognahay waa taariikh waana wax ugu dambeeyntii burburiyay marka hadaan rabna hadda saan u saxno akhtaadi dhacay idamadan waa inay ku bilaabmaan oo lagu dhisa ana xitaa waxaan dhahay salaanta markii salaam waa inay midig isticmaala sunnada la raacaya marka la soconaayo midig in laga bilaabo okay markii oo maaragtay salaada la gaaro wax walba la hayo dhan in la joojiyo oo aadaanka markii la maqlo masajidka uu ordan masajid loo sameeyo aksi in la sameeyo idamada hore qaldaadka isay waxa kamid wax xusuusta anagoo taagan ah waxna la dhigi jiray haddaad mas aragto ama bahal xitaa mid qaqi kartid markaas amida wuxuu ku darsaday war salaad haddaad aadaan maqasho xitaa mid qaqi kartaa markaa waxaan ilaaha la dagaalamay waxaan ciidan ma waa dhacday شيخ حسن ظهر كذا قال ما شيخ كنا لا يقانوا عانا أسركيل الله حري أو كتكت صلاة دقيقة مركو حول جدا وحرا أيضا مبدأ له أو إلهي كعب صنايو ومركز أول واحترامه يا صابتو إلهي مركز كحرتو اذكر مبهند إلهها هي سطها ماذا فقد من وجد الله محاكم قد روح إلهيست وماذا وجد من فقد لا قف إلهي كما قد محوها يستا شاكير ودقدقة wufdi abahay nin wasiiraha hoggaaminaya wadamada carabta ah waxay ka degan airport london waxa soo dhaweysay wasiirad
و environmental and oil minister إنه هذا جعله سيف عنا لوسو دوي مرك لوسو دوي وفد جاس وحاكو جري شاكرون أهوا وحاكو جري نين أو شاخه لكن سكولر أو أريمه بترول كيوم إنجنيير أها أو لكن ملتزم أها معنا ملتزم يعني الحمد لله جدا أو وحر بكرق ما يوحى إلهي أمره نين كاسي أسيج وزير كحوجا أنت دارت كجرا ويس أف أف دافين وزير كحوجا ده أنا ودي أنا هو جامنا إيه أطيع يسألون حوجا ده وأكو أديعة هدي أدي أمرته وحلاله لكن حرام كوما أديعة وحوجا وزير ده وهوان هدي قعدت نوسو تاكت السلام وده يسألون حوجا أنا مثلا أمهي وبريء وحوجا دقيسو أنت هو مبدأ I'm very sorry I'm not going to shake her hand دارت دي على سود دكتم كلا سود دكتي هوانتي إذا أقصى هرايسي وزيرك أقوه رييي أو ودنك عربتا سيف عنو إشيك قريه قفك اللبات وزيركو حيغنكو أها قفك السدحات نيكيو أها نيكيو أكسبرت و سينير أدفايسر هايلي كواليفايد و لكن دين تقول لك ماهي مكي لسوق قاري وحودا I'm very sorry I cannot shake your hand this is based on my faith and I'm very sorry it's and please do not take it as offensive وحدا هذي that's fine كوي كلهم غود السلامين ويسودوا ويسي دي بابورتو الله صاري هوتيلي وذا هذي سو واحدة 9 o'clock وحدا عاي ميتين كواد والله بدو وزارة دوت ننكي مارك اي حفلات سودوين او يدا ايسا ميس وزيرة ما حد عدم تقانا وزير كي وحو قوتك ننكي قول كيس ادفايسر كا وحور عدي غيسو ما انتو انا بهدليس في روح قواد الله ما أنتوا أنا بهدليسي مركا عطسيان كعصنا وحود هاي شركة بريد هاي ماني صوتا سيديو كلا دعيسو ضد كلي صو وضطا هوين على صعده شيكن هندس كلا سمعنا يا مركو حنكا عصنا يا وحنون صنت هاي قل كاي اسكجو وحود هاي بين مشي جاي وشاكد النبي إبراهيم سوم جدا قف كنبي إبراهيم قصيص حسوس مركا وحود هاي okay markaas xuray laakiin hadaa inaan joogto inaan joog waa joogaya xuray okay ma hanu sanid okay ben hashay iska joog okay wadaa markaa deal waa wuu iska joogay markaa shirki wala sawada fariistay laba line allah wala sawr fariistay wasiiradi oo dhanka british ka socotay ah shirki inta la bilaabeen waxa dhahday waxaan rabaa shirki inta la bilaabeen codsi su'aal aan qaba وزير كان أقبائنا وحود هاي يا go ahead فير هذا كي ويدين دون هذا هاي وحان ربا وفدقينا وشالي سود دقي حلقه فاكا مقال وحود هاي yes محاكو داعي وكو قصبي يا مرك محود هاي منطقانا he's not feeling well so that's why he could not make it معنا مف ما أدري ما يو معناها ما عفمات عفمات كيساس وما في أنا مركا مركا سوحيدة هذي وحنعطسن لها ميتينج إن ديب لورد يجوا ما أنت ساعدوا أو أدويرتو إنه سو فريستان ربا أنا عطس هذي ميتينج ديب لورد يجي ساعدوا نكي ويجي من قلكو كسوة جراحي وحورده هاي I'm very sorry is diary ساعد كديب وحنكون قرينا ماشي ووزير دا قعصتين I don't know the reason لكن إنان نرعضوا وايهو داي بسو دياري ولا سوال قضي ماشي على وذا فريست شركي ولا سوقيمت ماشي مركنا عكتو حيدا هذي وزير دا هيدو حربينا هادلو انتان شركي للفوري حيدا هذي محاط قعان تيدا وشي قرين ويس وحودا وكوش اي وحان آمن سنة هاي ان راعي waxaan hadda waxaan rabaa qof walba oo idin kamid ah wasiirkaaga dhamaantina idin sheego hadii all muslims ee ahaan lahaayeen sida adiga u dhaqmiso kale anaga britishka ee galbeedka agihiin lugiina hostoodan iman lahayn idin kana maamul laha and now we can start the meeting insaan rabaa waxaad aaminsan tahay ku dhaqan no matter consequence wuxuu noqonayaa haddu ilaahay raali ka yahay intaas waa inta aan ku celcelinaynay dawladda Soomaaliya iyo naseexo ciidamada oo dhan
إذا ما ذي نحن نقول عن the best army not in Africa وكلا حتى أدون كي نقول كران هدي إلهي الوحره شاكد الكلام كوسو قبل جبين أي وحواي إذا ما ذينا إن دينتي إيه برتان أنا جم مصلحة موجودها إن النولادان ربنا سوما وحكها ولالكي وحكها ضلي قدوميها يو أمباسر كده ما أنت حكوا هذا الشين سال رجع إدمان إيه قاتن كوما فيلنا حقيقة جرتواه أنا جار منين أنا جرب نقوله وارهن لكن وقت الأري قادني سا أنت سو كمبين إن لا سمي أوبه أنت شقذا شقاب بضم وشقاب سهل معها عبد الله قدوميها يو ماركتي دولي سرع أصلي أنتوا بق والله شقيننا لكن شيخ حسن شيخ آدم شيخ خرسيد أنت أسكوما فيلنا وحاربنا كامبين وأه ومدورنا إني وضع صعد وأوجه سؤال بضنا فرمي وسوق بقبينا إن شاء الله هل شكر بينك سوق بقبي شيء كذا سو حواي وحارب أنا قرطن إن شيء كذا سأنقاذنا وحارب فريدنا أوفر ومدحوينها إلا قفكو جوه سوى أسكريجا صوت وحاربنا إلهي سبحانه وتعالى إنه معنا أهذا سأقولي سنة لسدة تبقوا لسك عيدا كسوما دقري جنان بضن دقري جنان بضن شاق أحمد يماني أنيغا علماء بضن وحان كمينها علماء كهدلو دقري وح بضن عن كأرقني ماشا نكو مسو كوبكر إلا مالين إحدى سأميال عن كده دقري وحو كالمين يقفك إنو نولا ضحيتا نولا شرف له بركو حكو سوق بقبينا يا إذا ماذا دي بسكت الله بلعب عصامة بسم الله إنا كوبلون وحلاقي يا با حد مركي وحنا قد دادنا يعني بسم الله إنا هلماني سببتو بسم الله فضل جيدا أنكو سوق كوبا يا قصة حال دقيقة أوكلي المو أيا برانك كو عياري جري حافظ حافظها كميد ودي بدو وايشا كذا المهاسي وحاكو جري هل عنك ويهودي المها مسلمي أهاي المها الموحد علي ونين شيخ او حبري مركي واحد بلعبا يامو بسم الله بسم الله المهي يهودي او حكو برباري بسم الله مركي واحد بلعبا بلعبا قرقو ايمانا قرقو ايمانا سا قبري احيدو ير بي عبسا بسم الله هو يدو حلاب هاي لان هو يوح كوريسي don't say بسم الله you're not Muslim this is for the Muslims no it is good do you know the meaning The meaning is Allah will bless everything that you have if you start with Bismillah. إذا نعرفنا إن دبر اسم سامة بسم الله إن كوب اللون. جبرني بسم الله ما مدي واقع علم ويس. يهودا نعيبك وقبان إسلامك مسلمك أوكي وأوكتي. جبرني إذا يرايت الشيء أم حكوا سما سما تقعنا. سيف عنود يجي استقصاه. جبرني إذا يرايت الشيء الرشينك أو حيود درتاي سن. نعيب أوقبته. كبدا إذا إني عن تصن تاسي ولي أصن أو سيريس أو مركي أفك جلس هو رأيك دمنيس قبل يرد ويد دكتي مامي it's your dinner thank you مامي بسم الله وقالت وعنت حاكوتا على قرالك لانكي صنت قفك عربكيس وطابتا ودرينكيس حدد وطابتا The heart must be shut down. قف ما شكو دعاه. وي عنتي. وي قادتي. وي يابتي. مامدي. اوه. وي قبل وي سيغطا. بسم مامدي حدا حدا. That's it. بيه عبتي. مامدي. وي قادتي قول كي لتكتي. حدا دي. I don't know what's going on. بهاش يكو شبتي. ما كسير أدبال أنت راي قرأيو. وي قادتي. وي عنتي. كبدي يريد حين ما قشى جوك لولك كل عاد أم بلا سالو يري the mom died بدي مات كبدي يريد بسم الله أبد بادس إلهي أول وحرم أول الرومايستو أو يقين إكان نقطه تقرأ إلهي سبحانه وتعالى شعبك الصومالي أو لن يبد بادنيسا من فرماجو إلى تليها عيدا كدان بسم الله وحول بأنكو بلونه إن شاء الله ونجحنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنت الشيخ حسن محمود جامعي ان اريد عيدان كادي ان راصده ولا لي الودنكيني انو بربريد دي بيسو حسوسين ماينو ان مدو 37 سنه
ayuu furnaa dalkaasi xuduudkii uu lahaa ee lalahaa laba waddan oo cadow noo ah oo naga haysta dhul. Dad badan oo kale ayaa naloo soo tababaray oo Soomaali ah, diinta nala sheeganahayo, afka nagula hadlahayo, ilmaheenni ka mid ah, dhaqaale badan lagu bixiyey Soomaaliya sida aanay dib u soo kabanin. Si marka aan u helno abni, waxaa qasab inaanu helno ciidan qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Soomaaliya hadday ummadda Soomaaliyeed go'aansadaan oo yidhaahdaan wixii ina gaaray inagu filan, maanta dowlad baa cifatay, layr baa baxaayo, layrka ayaanu damin, aanu taageerno ciidamada roobka ku daayo kanacad cunayso 2015-2015 dalkan tagay. Weliba qayb luga ayaan ku maray gobolka Gedo ayaan ka degay, balad xaawo gaarib aan ka kaxaystay, waxaan ku tegay Doolow, Doolow baan ka baxay, Xamar baan tegay, waxaan ku wareegay xeryihii ciidamada ee gobolka Gedo qaybihii aan maratay markaa mari jiray ayaan maray. Aad bay u dhib badan tahay runtii hawsha ay hayaan wiilashaas iyo gabdhahaas kanacad cunayso, roobku ku daahayo, xabadu ku soo dhacayso, dhinac iska ilaalinahayo Itoobiyaankii, dhinac Kenyatiga iska ilaalinahayo, dhinacna Al-Shabaab iska ilaalinahayo. Waa xaalad adag bay ku jiraan xaqiiqdii, oo yacni qofka arkay unbaa ka garaabi karo markii runta la isu sheego. Marka maanta dowlad baa cifatay, dhaqdhaqaaq baa socdo, hawl culus baa socota. Hawsha haddaan garab lagu siin xukuumadda, waxa weeye waanu ku faynaa. Marka Soomaaliya waxaan codsanahayaa, si raxmad idinkaga codsanahayaa, inaad u gargaartaan dadka u dhimanahayo jiritaankeenna, difaacahayo diinteena iyo dhaqankeena iyo dhalashadeena difaacahayo. Naftoodii bay noo hureen, aan u hurna lacagta. Intaa ayaan leeyahay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed ku hadlo, in badan baa ku hadla shacabka Soomaaliga, oo waan ogsoonahay. Dad badan baa naloo tababaray runtii. U malayna Facebookyada markaad soo gasho dadka caaya, dadka Soomaalida qabiilada ka sheekeeyay, baaritaan aan qof ahaan sameeyay, waxaan ogaaday inay Soomaali ahayn, laakiin ay barteen afka Soomaaliga. Marka xaqiiqda haddaanu isu sheegno walaalayaal, anigu soo koobay, soo kooba halkan ka dhacayso, xaqiiqda markaanu isu sheegno walaalayaal, aanu taageerna ciidamadeenna. Cadowga iyagoo afkeenna ku hadlana, waxaanu u sheegaynaa baddeennu hadday beelaha ahaan jirtay, birigeennu beelaha ahaan jirtay, Soomaaliya walow ay saarantahay cuno qabateen xagga hubka ah, nabad taqaanaan, diyaarad la kala furfuraanu raashiga ka soo gadanaynaa, duuliyo sare asli cabaad ayaa kicinayso, duqeynayso baddeenna ciddii soo gasho, guul iyo gobonimo Soomaaliya ha noolaato, ha israacdo, bixiya lacagta, garab istaaga ciidankiina. Assalaamu calaykum. Waxaan u yeerayaa Ruqiyo oo barnaamijkeena noo soo gunaaridaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wax badan oo la sheega ma harin, waxaan sheegaayo kalena ma jirto. Tan kale aada u mahadsan tihiin dadkiinii noo yimid, wax fiican oo khayraad noogu timaadeen. Insha allah idinkana khayr allah idinka siiyo. Annakana reer Columbus haddaan nahay, walaalayaalo wixii la sheegi lahaa waa la sheegay, diiniyan waa la sheegay, wixii ay qiimo oo ay leedahay waa la sheegay. Ha la dadaalo, because hadday xasan u yahay qof wuxuu lahaa $10 every day ayaa waxaa la geynayaa Starbucks. Hal maalin hal iska daayo Starbucks. Nin walba oo Columbus degan ha la gaarsiiyo. Aniga kuwaan dhalay ha laga bilaabo, nin walba wixii uu dhalay oo qaangaar ah oo shaqaysto ha la dhaho nin walba maanta Starbucks ma jirto, $10 Starbucks aad geyn lahayd baaquligan ku soo rid. Reer Columbus oo sidan waa inaan isu dhaano, waa in meesha laga kacaa, waa in ummadda muxuu ahay la taakuleeyo. Ciidamada waa lagu qasban yahay in la taakuleeyo. Dadkiinaan yaryar oo meeshan ku korayo aan waxba ka ogeyn waddankii wuxuu ahaa iyo ciidankii wuxuu ahaa, I feel sorry for you. Laakiin annaka waxaan ku soo kornay oo aan ku soo waxbaranay waddan ciidan leh, dowlad leh, hoggaan la kala dambeeya leh, school oo free ah. Aniga school elementar maalintaan kasoo bilaabay ilaa jaamacad aan kasoo baxayay free aan ku soo dhigtay. Weliba aniga nursing aan aaday lacag la isiin jiray, tulle iga qaaday iska daa. Aniga nursingka inta aan dhiganayay lacag la isiin jiray bishii, oo pocket money waa la ileeyahay. Boarding school aan ku jiray oo lacag la'aan ah, cunto lacag la'aan ah, daawo lacag la'aan ah, school lacag la'aan ah, on top of that waxaa la iigu dari jiray pocket money. So dadka meeshaan jooga aniga oo kale hadda Soomaaliyana waan ku soo dhigtay, intana jaamacad waan ku dhigtay, intataan ku dhigtayna waa la ogaa $40,000
أفرضن كنا دولار الدين هل أولي هل إيريو عن وحان شقي استوى لقاطي مركا داد كينا ير ير كأح حتى داد يرو يرو بضان المجوغان لكن هوين كينا ولا يالو وإذن كفريا إلمها هلو شيوغو إلمها هلغت نادقيو إلمها هلو صوماليا ميلو أوبرواقع هاجرتو وانا دي هلو نقضو نقروما مركا يشهيسي وحيتر وعلا نقونا يا برينا والا نقونا يا والا نقونا فور شور الى هي ميشن مخو اها نو خاتمدهن انت كوم اكيسيو ودان كيني او برواقيسن او نخريستال او راحله او امان اي مخو اها الى هي انو نغو عشو اني ويلا اي دو اها وخي اي دا اديغ 20 سنه مقنت ما اماتيد وخا ار بيستولدي جيدد كملال تاغن يا ها بي ماناي because ودان كا اني ارقي اهان وخا ايغ سو اريده حبد wana waligaa ii allehay dad badan aan u sheegay waligaa kuma fakirin intaan Soomaali ka tago inaan wadan kale digo waa jiclaa inaan tago safroon meelaha soo ararko laakiin never in my life ma ku fakirin inaan meel aado laakiin har cada inta la isoo hor istaaga xafad leeyo dhuftay so waligaa soo force gareey inaan ka soo tago waligaa khasbay khasbay oo soo tagay